الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو ان شاء الله بغيت نهضر لكم على واحد الكتاب اللي هو زوين بزاف واللي غيعاون الوليدات باش يتعلموا يقراو لو فرونسي، لان كيف تنعرفوا لا ليكتور شي حاجه مهمه في لابرونتيساج دو فرونسي. وهذا الكتاب هو بيان لير اي كومبروندر. دونك وهذا الكتاب اللي هو في حقيقه غيفيد ان شاء الله الوليدات ديالكم، سورتو اللي يلاه داخل المدرسه ولا اللي كيعاني من هذا من نقص في اللغه الفرنسيه سورتو في لا ليكتور. الو ها هو من الداخل. دونك كيف كتشوفوا عندنا دي زيماج، وكيف تنعرفوا الدراري عزيز عليهم التصاور بطبيعه الحال، وسي كما تلاحظوا هنا حتى ليكريتور باينه مزيان. اوتر شوز لي كتعجبني بزاف في هذا الكتاب هو الفوكابولير، يعني سوبوزون الدري قرا هاد لومو ان اي بي وما عرفهاش، اوتوماتيكمون ملي غيشوف اون هو غيلقى ليماج ديالها، يعني غير من لا فوتو غيعرف بلا شنو كتعني ان اي بي. حاجه اخرى هي ان هاد الكتاب ماشي غالي، دونك حتى الثمن ديالو غيساعدنا باش نشريوه، راه رخيص بزاف تقريبا يلا شي 20 درهم، ونقدروا نلقاوه عند هادوك مالين تيبعوا الكتبه في الكتب القدام وهذاك الشيء، نقدروا نلقاو حتى في المكتبات. دونك نتمنى انكم تاخذوه لوليداتكم باش تعلموا اللغه الفرنسيه. بسلام عليكم، في امان الله.